مس إليجانت 2000. فرحانة جدا طبعا. أول حاجة ما كنتش أتوقع خالص إن أنا أفوز. كل البنات كانت كويسة جدا، ويعني ما كناش نعرف خالص، كانت المسابقة صعبة. وفي نفس الوقت أنا فرحانة بس الأول ومش عارفة أقول إيه، بس في نفس الوقت إن شاء الله ربنا يقدرني وأبقى قد المسؤولية وأحاول إن أنا أعمل حاجة تفيد بلدي، وان شاء الله احاول ان اساعد اكبر عدد من الاطفال. وبشكر كل الناس اللي وقفت جنبي وساعدتني، وان شاء الله احاول ان انا اقدم حاجه كويسه. كنت حاسه بايه بعد ما حصلتي على مش عارفه، كنت مصدومه شويه عشان ما كنتش اتوقع. يعني انا اخر واحده عنك هكوني من التوب، لا ولا كنت اتوقع ان انا اكون من التوب 10 يعني، او خصوصا انا اخر واحده داخله الكومبيتيشن، فما كنتش اتوقع خالص ان اطلع توب 10 ولا توب 5. فالموضوع جه بالنسبه لي يعني مفاجاه، فاتفاجئت فيه. بس ميرسي ليكي، العفو. الف الف مبروك. الله يبارك فيكي. ميرسي.